اقبال المواطنين على اللقاحات هنا في اسوان؟ الصعيد كله الناس مش مقبله قوي، فانا بناشد الشباب ان هم يسجلوا لاهاليهم كبار السن والامراض المزمنه ويودوهم علشان ياخدوا اللقاح. مهمه الشباب ان هم يساعدوا كبار السن ان هم يودوهم ياخدوا اللقاح. احنا زودنا وهنزود وهنضاعف الاماكن لتلقي اللقاح علشان نقرب للمواطن بحيث ان يبقى في مكان قريب منه. شكرا جزيلا سيادة الوزيرة.